من بريطانيا، حيث ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه غادر مستشفى في لندن ليواصل مرحلة التعافي من إصابته بكورونا. البيان أوضح أن جونسون لن يعود إلى العمل على الفور، طبعا بناء على نصيحة فريقه الطبي، بل سيواصل تعافيه في المقر الريفي لرئيس الحكومة. البيان أكد أيضا أن جونسون وجه الشكر لجميع العاملين في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها.